المتسابق الأول تفضل القارئ إلياس عجري من المملكة المغربية. السؤال الأول إقامة قوله تبارك وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته
حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه حتى والذين هاجروا في سبيل
حسنا وإن وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاء بل كنتم مجرمين.
يعيدكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا